كان الإمام الحسن البصري رحمه الله يقول: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. تمضي الأيام ويدور الزمان، وتتوالى الأحداث وتتغير الأحوال، فالغافل تلهيه الأحداث ويتيه وسط الأيام، والذاكر العاقل يثبت على الحق ويقصد رضا الحق، فيقول بلسان حاله: دع الأيام، دع الأيام. دع الأيام مع الدكتور محمد المهدي منصور يأتيكم بإذن الله يومياً في الأوقات التالية.